بداية أخبارنا المحلية مع منتخباتنا، وهنبدأ من المنتخب الأول ومنتخب مصر بقى كده بعد البطولة اللي فاتت. بطولة كانت مهمة جدا، بطولة دولية ودية، بطولة عاصمة في مصر. كابتن حسام حسن قفل كل حاجة في البطولة دي، البطولة كانت مفيدة جدا، وبيفكر بقى في الاستعداد مبكرا لمباراتي بوركينا فاسو وغيني بيساو المقرر ليهم يونيو المقبل بتصفيات كأس العالم 2026. على فكرة بوركينا فاسو وكمان غينيا كان عندهم لقاءات في الأجندة الدولية، والفرقتين ما كانش نتائجهم كويسة، يعني بوركينا فاز ماتش وكسب ماتش، وغينيا فاز ماتش وتعادل ماتش، فالاتنين ما كانوش بأفضل الحال. فإن شاء الله منتخب مصر يقدر يعبر لقائنهم بسهولة. كلف بقى كابتن حسام حسن جهازه المعاون بضرورة إعداد تقرير قوي جدا ومفصل عن المنتخبين، تضمن آخر معسكر ليهم، تضمن أبرز اللعيبة في المنتخبات في الفترة الأخيرة، مش بس في المعسكر ده، عشان يبدأ يحط البرنامج القوي اللي هيشتغل عليه في اللقائين القادمين علشان نحافظ على صدارة المجموعة في تصفيات كأس العالم. فوزنا في اللقاءين الجايين يضمن لينا بنسبة كبيرة نكون موجودين في كأس العالم إن شاء الله، يصدر إحباط في المجموعة أن منتخب مصر يكون متفوق وبعيد تماما عن باقي المنتخبات بعد الفوز على جيبوتي وسيراليون.